قصور العدل في لبنان إلى الشلل المفتوح أكثر من ألف مساعد قضائي في كافة المحافظات قرروا الاعتكاف والإضراب ابتداء من اليوم الخميس إلى حين تعزيز رواتبهم وتحسين معيشتهم وإعطائهم الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة طبعا أزمة المساعدين القضائيين هي مثل أزمة الموظفين الدولي بشكل كامل لكن هن المشكلة بالنسبة لهم أنه عم يبذلوا جهود اكثر وأكتريتهم بيجوا من مناطق بعيده لحتى يداوموا بقصور العدل وبالتالي اليوم الرواتب والتقديمات الاجتماعيه والصحيه لا تتناسب مع الوضع اللي هن فيه المساعدون القضائيون عمدوا إلى إلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال المراجعات أو تسجيل الدعاوى أو إجراء التبليغات المنوطة بمهامهم الصرخة اللي أطلقوها من امبارح والدخول بإضراب مفتوح أكيد سيؤدي إلى تعطيل عمل المحاكم والدوائر القضائية بشكل كتير كبير اليوم ما بقى حدا في يقدم شكوى ما بقى في حدا يقدم مراجعة ما بقى في حدا يعني يعمل تحقيق لأنه الكتابة معطلين الم مباشرين معطلين يعني رؤساء الاقلام ايضا باغلبيتهم معطلين وبالتالي اليوم دوائر قصور العدل تقريبا تقريبا مشلوله بكاملها رواتب المساعدين القضائيين تتراوح اليوم بين 200 و300 دولار ما يمنعهم من تامين ابسط مقومات عيشهم مع غلاء الاسعار ومضاعفه الضرائب في موازنه 2024 دون اي زياده تذكر على رواتبهم للاسف اليوم ما حدا عم يحكي فيهم يعني اللقاء اللي عملوه مؤخرا مع وزير العدل ما قدر يوصل لشيء الوزير ايضا ما قدر يعطيهم ضمانات لانه الضمانات منا عنده هي بحكم اليوم تعطيل الدولة بشكل كامل وهذا اليوم عم يأثر على مصالح الناس وحقوق الناس اجتماع لجنة المساعدين القضائيين مع وزير العدل أمس خلص إلى وعود بتحريك ملفهم وطرحه في الحكومة لدراسة إمكانية ضمهم إلى الزيادات التي ستلحق بموظفي القطاع العام